جزاك الله خيرا. هل التسمية على الوضوء واجبة؟ التسمية على الوضوء من صحح الحديث فيها، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فإنها تكون واجبة ولا يصح الوضوء إلا بها. ومن لم يصحح فإنه لا يرى وجوب التسمية. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله أن هذا الحديث قال لا يثبت في هذا الباب شيء، فإذا كان لم يثبت فيه شيء فالأصل براءة الذمة، ولكن الأفضل أن نسمي احتياطا، فلو ترك التسمية ولو عمدا فوضوه صحيح.